مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ معكم نعيم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا فيه اشياء جدا خرافية. اليوم بدنا نحكي عن جهاز يوم النهاية انه بلش انتد اسلاكه عنا باللوبي وبلش يتفعل، وبدنا نحكي على هاي اللافتة اللي ظاهرة امامكم اللي هي النو سويت انشورس، شو شغلتها وليش عم نشوفها بالشابتر 1 وهلا شفناها ردينا بالشابتر 2، وكيف رح نغرق وكيف رح تكون طريقة اللعب الجديدة بلعبة فورتنايت لو غرقت مثل ما عم تقول جميع التسريبات. فإذا أنت أول مرة عندك تشاهد فيديو على القناة، يا ريت تشترك تفعل زر الجرس، والله يسعدكم على الدعم كلياته. ما بدي أطول عليكم المقدمة، كل الدعم بالآية تمشوا بنيمو 9 ولايك واشتراك وشارك وهيك، ويلا مع بعض. أول شيء يا شباب خلينا نحكي عن شغلة صارت معنا اليوم باللوبي مثل مظاهرة أمامكم بالصورة. اليوم معنا باللوبي بتطلع هيك لفوق قائمة البطل، بس بتلاقي فيه معنا أنبوب أحمر أو خراطيم حمراء بلشت تمتد من عند جهاز الدومز داي، من عند غرفة مايدس طلعت أول شيء لحتى برا على البطل بس مثل مظاهرة أمامكم بالصورة. فهلا هذا الشيء بلش معنا جهاز يوم النهاية يشتغل، وبلشت الأشياء تطلع تدريجيا لحدث يوم النهاية، يعني بلش معنا حدث يوم النهاية. وأنا كمان جبت لكم تسريب للصور وفيديو بورجيكم كيف رح تكون الأشرطة أو كيف رح تكون هدول الأنبياء معنا بقائمة البطل باص وقائمة اللوبي. مثل ما شايفين قائمة اللوبي شلون رح تكون أمامنا في خرطوم أحمر، ومثل مظاهر أمامكم كمان بالفيديو هيك رح يكون الشكل النهائي للأشياء اللي رح تكون معنا بقائمة البطل باص. رح تمتد من غرفة مايدس تنزل لتحت لعنا على الطاولة وتطلع على اللوبي. هدول الأشياء اللي هي رح تشغل جهاز يوم النهاية يلي رح ينهي لنا حدث فورتنايت للسيزون 2 شابتر 2. هذا هو التسريب بالشكل الأوضح اللي ظاهر أمامكم، وهلا بلش يشتغل معنا جهاز دومز داي. أنت لو بتشوف الصور القديمة اللي كانت معنا بالتسريبات بتلاقي الجهاز مطفي عليه ومو شغال عليه أي شيء. هلا بلش يشتغل، وبلش يشتغل معنا جهاز دومز داي اللي هو تبع يوم النهاية، وهيك هلا احنا بلشنا نقرب لنهاية فورتنايت للشابتر 2 سيزون 2. بدنا نستنى بقى نشوف شو بده يصير اكتر واكتر، وهي النظرة المقربة الاكتر للغرفة تبع مايدس قبل ما يشتغل فيها الجهاز. هيك كان شكل الجهاز وهيك صار شكل الجهاز، يعني رح يتحدث معنا ورح ينتد منه هدول البرابيش او الخراطيم الحمر، ما بعرف شو بدي اقول بس خلينا على خراطيم حمر لانه مشان الناس كلها هذا تفهمني. فهلا بلشت الخراطيم الحمر هدول تمتد وبلش يشتغل معنا جهاز دومز داي. فالله اعلم بقى شو بده يصير، هل رح يكون الحدث كمان من جوات اللوبي رح يصير معنا شيء، هل رح يكون معنا الحدث كمان يبتدي من جوات غرفه مايدس، هل رح يبتدي معنا الحدث من غرفه الايجنسي؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو رايكم بهيك شيء وشو تحرياتكم عن هذا الموضوع، انه من وين بده يبتدي الحدث، بده يبتدي من وين؟ هلا احنا متاكدين منه 90% رح يبتدي من منطقه الايجنسي اللي هي بوسط الماب، لانه مثل ما بتعرف منطقه الايجنسي لما تنزل لتحت بتلاقي هدول الشغلات بلشت تشتغل وتضوي اللي هن عباره عن كبسولات تقريبا فيك تقول فاضيين من جوا. لما تقرب عليهم هلا حاليا انت وعم تلعب بهذا الوقت بتقرب بيصير بيضوا عليك لون بنفسجي كتير قوي، يعني بلشوا يشتغلوا. ومره واحده انا صار معي جليتش صار يطلع منهم دخان، فما بعرف هذا الدخان هل هو جليتش هل هو اشتغل وطفوا الله اعلم، بس انا كنت صراحه ما عم صور انا وعم بلعب جيم بلاي بس طلع منهم دخان لهدول اللي ظهر امامكم بالفيديو. ما بعرف شو جليتش ولا هل تجربه كانت ولا هل حظ معي صار الله اعلم. فهذا هو جهاز دومز داي بلش يتقرب النهايه يا شباب، فانت تاكد انك مفعل زر الجرس مشان يوصلك كل شيء جديد بالنسبه ليوم النهايه تبع فورتنايت وبالنسبه لكل التسريبات اللي حتصير معنا. خلينا نحكي لكم عن الموضوع الثاني، انه لو غرقت خريطه فورتنايت رح تكون طريقه اللعب مثل مظاهر امامكم بالفيديو، رح نسبح ورح نكون في بعض البيوت موجوده فوق المي وبعض منها موجوده تحت المي، او فيك تقول نص ونص. ومثل ما ملاحظين الكاميرا شلون هيك مايله مثل وقت حدث ترافيس كوت وقت ميلونا وكانوا عم يعملوا تيست. شركة فورتنايت ذكية جدا لحتى هي تكون انه عم تجرب اشياء رح تنزلها معنا باللعبة، وفيك تقول انه ممكن هدول الاشياء تنزل معنا للعبة مثل انه الكاميرا تكون مايلة شوي بدرجة 120 درجة او 190 درجة، ما بعرف انا مالي استاذ الرياضيات بس عم نحكي تقريبيا يعني انه تكون مايلة تقريبا شوي الكاميرا لحتى انت تقدر تشوف بطريقة مايلة انه فعلا البيت يكون مايل ويأثر على نظرك ويأثر على طريقة اللعب. هيك رح يكون شكل البيوت وهيك رح يكون شكل اللعبة اذا غرقت، وانا ما بحب هذا الشيء ولا بحب هذا الشيء لانه فعلا رح يكون برا بشكل رهيب مو حلو بنوب ولا رح يساعدك تلعب، فالقصة مو حلوة بنوب انه يكون فيديو تقريبا يعني شبيه او رح يصير هيك شيء. فهلا بالنسبة لغرق البيوت في شغلة ثانية معنا، مثل ما بنعرف في هاي الصورة يلي مكتوب عليها بالانجليزي No Sweet Insurance، هاي شو معنات هاي الكلمة وشو معنات هاي الشركة؟ هاي الشركة خليني ارجع لكم بالزمن لورا ايام تلتت بالشابتر القديم،
كلياتنا بنعرف شو صار فيها وانفجرت وقت حدث البركان وصارت المنطقة كلياتها لافا مثل مزار امامكم بالصورة. بتجي بتطلع هيك ما في شيء على حطة ايدك وما في شيء مثل ما هو، كل شيء متدمر كل شيء محروق الا هالمبنى المسكين يلي كان دائما معنا بكل سيزون وبكل اسبوع تقريبا فيك تقول انه كان يتدمر وينزل وينزل عواضه شيء جديد، دائما كان معنا هذا المبنى يتدمر، كل ما ننزل على تلتة تلاقيه متدمر، كل ما نروح على تلتة تلاقيه متدمر. هذا المبنى كان عليه اللوحة نفسها هي تبع نو سويت انشورس، هي معناتها هي اللوحة انه لا للتعريق او بتقدر تقول انه مثلا لا لاجهاد النفس او تأمين على اجهاد النفس، هيك ترجمتها. بس خلينا نحكي نحن بالترجمة اللي احنا يعني بنفهمها اكتر اللي هي العامية، معناتها انه لا للتعريق او لا للضرب او لا للقتل يعني، وهذا المبنى تحت التأمين، هيك معنات هي الجملة. انه نزلت معنا حاليا بجميع الاماكن او مو جميع الاماكن مثل ما بتقدر تقول، هاي الصورة زارة امامك الخريطة، نزلت معنا بهولي هيدج وسويت وبليزنت بارك وفرينزي فارم، هدول ثلاث اماكن او اربع اماكن اللي نزلت فيها هاي اللوحة. على كل بيت بتلاقي موجودة هاي اللوحة، اتأكد 100% انه هذا البيت ما لح يمسه شيء بالشابتر الجديد او عفوا بالسيزون الجديد يلي قادم معنا السيزون الثالث، ممكن ما يغرق لانه طلع معنا بوستر بيوضح امامك بالصورة انه في بيوت طايرة لفوق او مو طايرة لفوق عم تسبح على المي وفي عليها دولاب، يعني هي من الجاية من المي او من الغرق. هذا الشيء بدل على انه هذا البيت تقريبا بتقدر تروح تطلع عليه بمنطقة سيلتي بيشبهه جدا اللي بهذا البوستر. تجي تطلع هيك بتلاقي عليه نفس العلامة اللي هي نفس العلامة نو سويت انشورس، يعني هذا المبنى تحت الضمان وما لح يصير اي شيء، وحتى وقت غرقت الماب غرقت بس البيت هتضل عم يطفو فوق وضل موجود فوق على انه ما لح يصل له شيء او ما لح يمسه ضرر. فهذا المبنى الوحيد اللي كان بالشطر القديم معنا موجود نو سويت انشورس عليه انه ما لح يصل له شيء تحت التأمينات، وهلا حاليا انتشرت بكذا مكان مثل مزار امامكم بالخريطة انه في اماكن كتير مباني كتير موجود عليها هاي اللوحة، وكمان اللي اكدنا انه على البوستر هذا موجود البيوت عم تطفو وموجود نفس اللوجو اللي هو المظلة اللي عليها نار. كمان هذا الشيء بدل على انه هذا البوستر منشور وعليه هذا اللوجو، معناته البيوت اللي رح تغرق ما رح يغرق وهدول منهم اللي عليهم هدول علامة لانه هدول تحت التأمين وما رح يصلن اي شيء بالنسبة للجيم معنا للسيزون الثالث. حتى كمان بالسيزون اكس كمان نزل معنا نفس المبنى شبيه له، كمان مكتوب عليه نو سويت انشورس، كمان ما مسوا اي شيء وما حصل فيه اي شيء. فهذا الشيء بدل على انه معنا هي الشركة التأمينات وما لح يصير اي شيء بالنسبة لاي مبنى عليه نو سويت انشورس هاي الصورة. وخلينا نحكي كمان هلأ على الطفل البرازيلي او الستريمر البرازيلي اللي عمره اقل من 12 سنة. هذا الطفل البرازيلي يا شباب اخذ بان مدته 1450 يوم وكم دقيقة وكم ساعة. هذا الشيء بسبب يا شباب انه هو شارك ببطولة وعمره اقل من 13 سنة، يعني تحت السن 13 سنة، وكتير من السريمر وقفوا معه لهذا الشاب بسبب انه اللعبة اغلبها او ما فينا نقول اغلبها يعني نصها بيقدروا يلعبوها اطفال، يعني معظم الناس اللي عم تلعبها اطفال او صغيرة بالعمر لحتى يقدروا يلعبوا هاي اللعبة. في ناس طبعا محترفين مشان ما تقولوا لعبة اطفال يا نعيم والله لعبة اطفال، لا هي مو لعبة اطفال يا شباب، بس في بعض الاطفال بيلعبوها بسبب انه هاي اللعبة ما فيها اي دم ما فيها اي شيء مثل كول اوف ديوتي او الالعاب الثانية او ببجي بورجيك ادمية ومدري شو، لا هاي ما فيها ادمية وبتستمتع وبتلعب وتمام. مشان هيك في نسبة كبيرة من الاولاد او الاطفال الصغيرة بالسن عم تلعب هاي اللعبة. مشان هيك عم تسألوا الناس وعملوا حملة على التويتر انه ليش هذا الستريمر هيك صار وليش اكل بان مدته 1450 بسبب هذا الشيء انه لعب بطولة هو تحت السن 13 سنة، وقفوا معه لنشوف شو بده يصير معه لهذا الطفل البرازيلي اللي هو بالفيديو تبعه اللي ظاهر امامكم هو وعم يبكي وحالته حالة يا حرام، يعني الولد تدمر نفسيا وقت شاف هذا الشيء. فنشوف شو بده يصير معنا ونتابع قضيته لهذا الولد اللي اكل 1450 يوم تقريبا وكم ساعة وكم دقيقة، بتعرفوا لازم نحكي بالساعة والدقيقة. فبس هذا مقطعنا اليوم كان متنوع وكان في كتير اشياء، بتمنى يكون عجبك المقطع واستفدت منه، ولا تنسى تنشره بين كل اصحابك حتى يعرفوا شو بده يصير لقدام، ولو بتقدر تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ما رح تتكهرب ان شاء الله، هيك بتشوف فيديوهات احلى لقدام. وحلمي 10000 اخ وصديق عندي بالقناة، وهذا هو مقطعنا، كل الدعم بالايتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله. ملاحم السلام اترد بسنة مرضي هاي جاي مرين وانتو شكرا كيوك النعمة ايه
Thank you.